الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من 258 مليون دولار في مزاد بيع العملة، وذكرت مصادر مطلعة أن البنك باع في مزاده نحو 258 مليون دولار غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وبلغت عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً. قال اقتصاديون إن تريث البنك المركزي بتنفيذ قرارات صادرة بشأن المصارف الأهلية العراقية لمخالفتها التعليمات المصرفية يعود لوجود ضغوط سياسية ومن جهات عليا مورست على البنك المركزي بهدف تعطيل تطبيق تلك القرارات. خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن ذلك ينذر بوجود جهات فاسدة تقف خلف هذه المصارف التي حققت إخفاقات في عملها وخالفت القوانين النافذة. وكان البنك المركزي قد أحال مصرف بابل للتصفية القسرية، كما فرض الوصاية على مصرف العربية الإسلامي ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار. أقرت لجنة النزاهة في البرلمان بأن العقود الاستثمارية للمجمعات السكنية تسببت بخسارة العراق 3 تريليونات دينار، وهي موجودة للأغنياء فقط. وقال عضو اللجنة دوريت جميل إن رئيس هيئة الاستثمار استضيف بالبرلمان وتمت محاججته بخصوص إعطائه ما يقرب من 2000 استثناء في مشروع شقق بسماية، وبدوره بيّن أن عدد الاستثناءات 850 وهي للموافقة فقط للدخول ضمن القرعة، مضيفا أن اللجنة لم تقتنع بالأجوبة التي قدمها على اعتبار أن الاستثناءات تباع بالأموال. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية تجاوزت 3%، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب على لبنان. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 4 سنتات ليصل إلى 66 دولارا و82 سنتا، حيث سجل خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و43 سنتا، فيما أغلق خام البصر المتوسط في آخر جلسة له أيضا على ارتفاع قدره 4 سنتات ليصل إلى 69 دولارا و82 سنتا، مسجلا خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و11 سنتا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر آب الماضي. وذكرت الهيئة أن الصادرات بلغت 222 مليار و48 مليون دولار بزيادة قدرها 2.3%، وبلغت الواردات 27 مليار و40 مليون دولار بانخفاض قدره 10.7%. وبيّنت الهيئة أن العراق جاء رابعاً بـ1.222 مليار دولار والإمارات بـ1.20 مليار دولار، وبلغت نسبة الدول الخمسة الأولى في إجمالي الصادرات 29 مليار في شهر آب عام 2024. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.